باستمرار انتشار فيروس كورونا تتواصل اضطرابات سوق النفط، حيث تتأرجح الأسعار بين الصعود والهبوط رغم تحقيقها تحسن كبير في الساعات الأخيرة. تحسن جاء في ظل تسارع الأحداث في كواليس الاقتصاد ودهاليز السياسة. تصريحات ترامب ودعوة السعودية وروسيا والإعلان عن لقاء مرتقب لمنتجي النفط من داخل وخارج أوبك مؤشرات دفعت بأسعار النفط للقفز بنحو 14% متخطية بذلك عتبة $30 بعدما تراجعت لأقل من $20. القوة المهيمنة داخل أوبك على الدعوة لهذا اللقاء الطارئ، أقول أنا بالنسبة لي أعتقد لا يمكن أن يحدث هذا التحول المفاجئ والدعوة إلى تخفيضات كبيرة دون تدخل قوة قاهرة. أنا كنت أتمنى بأن لا تقع أوبك ولا تقع القوة المهيمنة داخل أوبك تحت هذه القوة القاهرة، وهي دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لأوبك وكذلك لنظيرتها روسيا، وهي كذلك القائدة للمجموعة مجموعة الدول المستقلة المنتجة خارج أوبك. الأنظار مشدودة إلى اللقاء المرتقب يوم الاثنين أو الأربعاء المقبل للدول المنتجة للنفط، لعل وعسى تشهد أسعار النفط بعض الانتعاش ويتجاوز المنتجون والمستهلكون هذه الأزمة التي فرضها فيروس كورونا الذي شل مفاصل الاقتصادية الكبرى.